بيك يا فندم، لماذا تتحفظ على رفض النواب أعضاء لجنة القوى العاملة لقانون الخدمة المدنية؟ يعني بسم الله الرحمن الرحيم، أنا عايز يعني أوضح الحقيقة في البداية. أنا قانون الخدمة المدنية واحد من أهم القوانين اللي صدرت خلال الفترة الماضية. أعتقد كلنا متفقين، أعضاء اللجنة وكل أعضاء مجلس الشعب وكل مصر متفقة إن إحنا أوضاع الجهاز الإداري الدولة غير مرضية على الإطلاق، وإن إحنا في حاجة إلى إصلاح إداري حقيقي وشامل على كل المستويات. الحقيقة قانون الخدمة المدنية صدر بالفعل في مارس 2015 بعد حوارات كثيرة جدا. إحنا بدأنا طرح هذا الموضوع في أغسطس 2014، بعد 7 شهور صدر القانون، بعد كان المفترض إن لائحة تنفيذية تصدر بعد 3 شهور من إصدار القانون. الحقيقة حرصنا على إجراء حوارات مجتمعية واسعة جدا في غياب البرلمان خلال هذه الفترة، خلانا بدل ما نطلع قانون في يونيو 2015 طلعناه اللائحة التنفيذية صدرت في نوفمبر 2015 بعد ما استوفينا تقريبا كل الملاحظات وكل التوصيات والمقترحات اللي جات لنا من كل الأطراف المهتمة بهذا الموضوع. اللجنة الحقيقة لجنة القوى العاملة بالمجلس عبارة عن يعني 11 نائب محترم من النواب. الحقيقة أنا يعني أقدر تماما وأحترم تماما رأيهم، لكن كان الحوار الحقيقة ما كانش في أي ملاحظة موضوعية على القانون، وبالتالي بتتطلب تعديل أي من موادهم. قانون بسيط جدا مصطفى، اي حد ممكن يقراه، لان احنا راعينا فيه اولا القانون 72 ماده كلها مبادئ عامه، ما اعتقدش حد ابدا ممكن يختلف عليها. ادينا مرونه اكبر بحيث ان اللائحه التنفيذيه هي اللي تبقى اكثر تفصيلا علشان يكون مع الممارسه، لو في اي حاجه في الممارسه بين الصعوبات في الممارسه في التطبيق في كذا يسهل جدا تعديلها بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء ولا تحتاج الى اي تعديلات تشريعية. اللي احنا بنقوله ان اذا كان يعني انا قلت كده لسادة اعضاء اللجنة الموقرين بمنتهى الوضوح، اذا كنا هل احنا كنا محتاجين وبشدة قانون جديد للخدمة المدنية؟ قالوا الحقيقة كلهم بالاجماع قالوا نعم محتاجين قانون جديد للخدمة المدنية، لان قانون 47 لسنة 78 كان اتعمل عليه 17 تعديل خلال هذه الفترة، قعد 37 سنة، من أطول قوانين الخدمة المدنية في العالم اللي استمرت. بعد كل هذه التعديلات في الآخر في النهاية أكثر من 95-99% من موظفي الدولة بياخدوا امتياز في تقرير الأداء، وفي نفس الوقت أكثر من 99% أو أكثر من 95% من المواطنين غير راضيين عن أي خدمة من الخدمات اللي خدوها من أي من الأجهزة الحكومية. بنتكلم كتير على الفساد الإداري، بنتكلم كتير على الفساد في التعيينات، أسلوب التعيينات، بنتكلم كتير على كانت منظومة مشوهة للأجور، كان أقل من 20% هو الأجر الأساسي وأكثر من 80% أجور متغيرة، سمحت بأن إحنا ما فيش نظام، بقت كل جهة بيبقى ليها جداول الأجور الخاصة بيها، في تفاوتات وعدم عدالة شديد في منظومة الأجور. عدلنا كل ده وخلينا نتكلم على عمودين فقط، أجر وظيفي واحد لكل المجتمع، لكل بصرف النظر الموظف ده بيشتغل في المحليات ولا بيشتغل في وزارة كذا ولا وزارة كذا، كله بياخد زي بعضه. الأجر المكمل كمان رعينا ان هو يكون يعني بيكون رقم مطلق وليس نسبة، بحيث ان احنا مع الوقت نقلل خالص من هذه الفروقات غير المنطقية. قلت وبشكل واضح جدا الأجور، بند الأجور في الموازنة العامة للدولة زادت من حوالي 5 سنين من 2010 من أقل من 90 مليار، النهاردة بنتكلم في 218 مليار جنيه. هل قابل هذه الزيادات في الأجور تحسن في مستوى الخدمة بحيث المواطن بقى أكثر رضا عن الخدمات اللي بياخدها من الجهاز الإداري للدولة، أو تحسن في الإنتاجية أو في الكفاءة؟ كل الناس قالت لا الحقيقة، وبالتالي ده انعكس بشكل بسيط، مبادئ الاقتصاد بتقول انعكس بشكل بسيط في زيادات متتالية في المستويات العامة للأسعار. زي ما قلت لحضرتك في كلام يعني ذكر في اللجنة الحقيقة مردود عليه بسهولة جدا، يقول ان احنا مثلا القانون ان ممكن يهدد الامن القومي، يهدد الامن القومي، كلام خطير جدا. طبعا المادة اللي بيشار اليها هي المادة 15
اللي بتسمح المادة 15 اللي بتسمح في حالة ان وجود اتفاقيات مع دول عربية بالتعامل بالمثل المواطنين بتوعها لو جم واشتغلوا عندنا في الجهاز الاداري دولة بيعاملوا معاملة المصريين. وضحت لهم قلت لهم اولا هذه المادة المادة 15 موجودة في قانون 47 لسنة 78 يعني من سنة 78 هذه المادة موجودة ومعمول بها. من سنة 78 هذه المادة لم تطبق عمليا في الجهاز الاداري للدولة. لكن لو قلت انا هذه الماده ببساطه شديده وباسلوب المعامله بالمثل كل المصريين اللي بيشتغلوا في وزارات في دول عربيه على طول هيبداوا يرجعوا على طول على مصر لان احنا هتتلغي هذه اسلوب المعامله بالمثل. حاجه بسيطه جدا وواضحه جدا ذكر برضو في اللجنه ان احنا الوزير بقى هو مستحوذ على وما بقاش في مجلس للخدمه المدنيه. قلنا بشكل واضح جدا لو حد قرا القانون كويس على طول الماده 3 في القانون بتقول ينشا مجلس للخدمه المدنيه برئاسه رئيس الجهاز المركزي لتنظيم الاداره. يعني الوزير مش اساسا في هذا المجلس. والاول مره نحط 5 اعضاء من ذوي الخبره. يعني كان قبل كده كان مجلس حكومي بحت ما كانش فيه اي حد من بره الحكومه. دلوقتي لقينا 5 من الخبراء يكونوا موجودين في هذا المجلس عشان نراعي ان دايما يكون افضل الممارسات هي اللي مطبقه. نعم. الحقيقه في تعقيدات كثيره جدا لو يعني انا مش عايز الحقيقه او يعني اوفرها جدا تماما يعني. لكن الحقيقه انا مش متصور ان ممكن هذا القانون يرفض لانه قانون اذا كنا متفقين ان مصر محتاجه اصلاح اداري حقيقي ومحتاجه لازم نجري في طريق الاصلاح على كل المستويات سياسيا واجتماعيا واقتصاديا واداريا منتظرين ومتطلعين من زمان لوجود مجلس نواب منتخب انه يدعم هذه الخطوات الاصلاحيه وبالعكس يطالب الحكومه بالاسراع منها والاكثار من مثل هذه الخطوات الاصلاحيه مش التراجع عن خطوه اصلاحيه هامه جدا بشهاده كل المهتمين والمتعاملين في هذا المجال ده من اهم الحاجات. ولو حد تاني باكد لحضرتك مصطفى والكل الساده المستمعين لو حد يعني ارى ال 72 ماده واختلف على ماده واحده منها بسهوله يعني دي مبادئ عامه كلنا لازم نكون بكم التعيينات وكلنا عارفين الدكتور يا استاذ مصطفى بيقول الوظيفه العامه حق ولكن على اساس الكفاءه ودون اي اعتبار للوظفه والمحسوبيه. نعم كلنا شايفين وعارفين الظروف اللي كان بيتم فيها التعيينات في السنين الطويله الماضيه لما انا النهارده بحط نظام ونظام مميكن بحيث ما يبقاش فيه اي عنصر داخل عنصر بشري ويكون في بالنظام بيكون مرتين فقط في السنه على حسب الاحتياج بحيث يبقى عندي خطه احلال واضحه للجهاز الاداري للدوله. لما بتكلم على بدل ما بقى عندنا شؤون ادارات لشؤون العاملين بتكلم على ادارات للموارد البشريه علشان اقدر احط استثمر في البشر وفي الموظفين وفي تدريبهم وتاهيلهم تاهيل عادي ان انا ادي اسمح ان الشباب يدخلوا ويتولوا مناصب قياديه ويبداوا يبقى الاساس هو الكفاءه. يعني مبادئ عامه. نعم. مش ممكن اي حد فعلا هدفه اصلاح ان هو يختلف عليها من قريب او بعد. عموما القانون سيعرض على مجلس النواب سياده الوزير وبالتاكيد الكلمه في النهايه لمجلس النواب. احنا بنشكرك وبنشكر هذه التوضيحات السيد الوزير الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط. شكرا لك سياده الوزير. شكرا لك. معنا اظن انه خلاص